أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. طلابنا الأعزاء، صف الثالث متوسط، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا، درسنا اليوم هو جرامر، يعني مراجعة مركزة للنقاط الوزارية المهمة في الامتحان، عليها 20 درجة في الوزاري. طلاب، هواي من عندكم راح يسألون نعتمد على هذا؟ لا، أنا شارح 27 محاضرة بالقناة موجودة، أوكي؟ 27 فيديو، كل فيديو 10 دقائق يتكلم عن هذه، لكن هذه هنا نسوي عصف ذهني. شنو العصف الذهني؟ يعني تذكير للعقل، أوكي؟ بالمواد اللي درستهن أنت، كل قاعدة من قواعد اللغة الإنجليزية بصف الثالث جبت عليها نقطة واحدة، هاي النقطة راح نتكلم عليها باختصار. مثلا هسه نجي ناخذهن وتعرفون شنو المراجعة المركزة. قواعد الوحدة الأولى، طبعا بعد التلخيص هذه، there is أو there are a supermarket. طبعا ما زال عندي أي، أختار مفرد there is، أوكي، أو إذا أي أن أختار أيضا there is. نقطة 2، it has لو it have a big car park، أيضا ما زال عندي هنا شني مفرد، اختار لها مفرد، وايضا هي ات تاخذ مفرد الهاز، اوكي، فالهاز مع المفرد. تيل ذا تايم، اخبر الوقت، اوكي، ات از تن، هذا الوقت بابسط اموره، الوقت الى الباست وال واند، اوكي، كلهن قواعد ذنيه موجودات نقدر نقراهن بالمراجعه مالتنا. زين، هسه يسأل واحد يقول استاذ هاي الاسئله شني؟ هاي الاسئله اللي تجي بشكلها بالوزاري دائما تتكرر، اوكي؟ عندنا هنا The exam was quite really difficult but not like the one last year. يعني هو يقول الاكزام كان جدا صعب لو شويه صعب، فنختار اقل الامور، اوكي؟ quite difficult، ليش؟ لان عند الثانيه نافيها يقول ما يشبه ذاك الامتحان، يعني شوية صعب، اوكي؟ فقلنا هاي تقلل وهاي يعني تكثر، مثلا تضخم الشيء. عندنا هنا he is fat، هو سمين. make the sentence more polite، سويها اكثر ادبا. he is a bit fat، اوكي؟ هي عندنا هاي الجملة، هي و از علامة استفهام و ساينس و جود و ات و اند و ماتس، كلهن عاملهن بين سلاشات، اوكي. يقول لي اوردر تو ميك كويستشن، رتب لتسوي لي اياها سؤال، فما عندي اداة سؤال من الادوات اللي هي وات و وير وغيرها. عندي شني؟ عندي از، اذا اقدر استخدم از، حطيت از بعدها فاعل از هي، وجيب جود طبعا تخلص من علامة الاستفهام بالأخير أخليها art science and maths، then اثنيناتهن تريد تقول maths and science ماكو مشكلة، هاي العلوم والرياضيات ماكو مشكلة. هاي بالنسبة للأوردر، شوفها شلون تجي صيغتها. نروح the car has a CD players use so to give reason، اعطي لتع شو اسمه، استخدم سو، استخدام سو لتعطي سبب ليش السيارات بيها سي دي بلايرز. ذا كار هاز سي دي بلايرز، ليش؟ سو يو كان، مو قلنا نستخدم بالسو يو كان ونجيب فعل بعدها، سو يو كان لسن تو ميوزك، مرات ينطيك هذه، ينطيك هنا وياها لسن تو ميوزك، بس يقول لك استخدم سو. انت شو تسوي؟ تقول so you can، اوكي؟ اعتقد جدا بسيطة. she has فراغ hair، rearrange the adjectives، اوكي؟ rearrange the adjectives، رتب الصفات، black اسود، beautiful و curly. شنو قلنا؟ قلنا صفة عامة هاي beautiful، بعدين لون، هذا black لون جبته، اوكي؟ او اللي بعدها الشكل،
فجبنا صفة عامة كيرلي الشكل بعدها اللون اوكي بلاك. هلا بالي ما موجود كيرلي يعني شكل شكل هذا مجعد. شي هاز بيوتيفول كيرلي بلاك هير. نروح للجملة اللي بعدها. قواعد الوحدة الثانية. هسه قواعد الوحدة الأولى انتهن. قواعد الوحدة الثانية. Where would you like فراغ this afternoon? Go, لو going, لو to go. ما زال عندي where would you like. لازم شو استخدم براها؟ To زائد فعل مجرد. فاختاريت to go. عندي هنا how about فراغ. طبعا هذا فراغ. To the park. Go, لو going, لو to go. How about شو يجي براها؟ يجي فعل B-I-N-G فاختاريت لها going. ناخذ اللي بعدها. Express your preference concerning going to the theater. يقول لك استخدم use I would love. عبر عن رغبتك بالذهاب إلى من للثياتر المسرح. استخدم I would love. I would love يجي بعدها شني to فعل مجرد. To go. Okay. To go to the. وتكمل الجملة. To the theater. يلا. نجي بعدها. Make suggestion for your friend about. سوي اقتراح لصديقك about where to spend the weekend. أين سوف تقضون الويكند. شنو الويكند؟ نهاية الأسبوع. عطلة أسبوع. يعني الجمعة. أجيت. أرد أختار أي وحدة. Make suggestion then أختارهن. How about. Okay. Then. Let's go مثلا غيرها. How about going to the cinema? How about going to the cinema? بس هي أقوى واحدة بهن. How about. Okay. أستخدم how about وخلي براها فعل بING. أي مكان تريد تروح له مثلا to the cinema, to the theater موجودة. أي شيء. Invite your friend هنا أنا أر to the school graduation party. ادعو صديقك إلى حفلة تخرج. مو شوفها تروح شو اسمه تكتب الانشاء. لا هنا انا لازم انفايت مال انفايت مال الدعوه. ايش نستخدم؟ would you like to. would you like شو وراها؟ to. شوف would you like ايضا يجي وراها فعل ب شنو اي ب شو اسمه خالي من اي اضافه. to come to the school graduation party. واكمل هاي وين القى ايش اسمه بعد الفعل اللي اخلياني هاي من انا ابدا اخذ من بعد التو. اوكي ليتس ووتش ا فيلم. يقول دعنا نشاهد الفيلم. اكسبت اقبل او وافق. هاي اكسبت احفظوها طلاب دائما تجي يعني اقبل او وافق. شلون اوافق على ليتس جو؟ ليتس ووتش اقول يس ليتس فقط اجيب كلمه يس. اذا قال لك ريفيوز نو اوكي. Express your dislike concerning flies. عبر عن عدم رغبتك بالذباب. I hate. أو تختار واحدة من ذني. لو I hate flies. لو تقول I don't like flies. هاي هي. تمام. قواعد الوحدة الثالثة. قواعد الوحدة الثالثة. An elephant. is bigger than a giraffe. يقول الفيلة هي أكبر منين؟ من الزراف. Rewrite the sentence. أعد كتابة الجملة using small. تمام. Bigger هنا أنا لازم شو أبدلها؟ وين أبدلها؟ هاي bigger أبدلها بسمول. شو تصير؟ smaller. A giraffe is smaller than هاي وياها. Elephant. Okay. Than elephant. من ينطيك الصفة الثانية؟ لازم تجيب الفعل الاسم الأول الاسم الثاني تخليه مكان الاسم الأول والاسم الأول توديه مكان الاسم الثاني. يعني bigger الطاق عكسها small أنت تحطها. لكن شو تحطها؟ تحطها أيضا بال يعني كانت هي bigger تخليها smaller. Biggest خليها smallest. اوكي يلا نشوف اللي بعدها. يقول لي هنا in the desert
طبعا ذيك المقارنه والتفضيل، وايضا هاي مقارنه والتفضيل. يقول ان ذا ديزرت، في الصحراء، اكامل الجمل از مور يوزفل، جدا يستخدم، ذان هورس يعني جدا ذو فائده من الهورس الحصان، هورس ري رايت ذا سنتنس يوزنج از از. هنا انا شو راح استخدمها؟ اجي انزل الجمله ان ذا ديزرت، اجيب الاسم الثاني ا هورس، اجيب نفي ازنت، اوكي ازنت يو از يوزفل از ا كيمول، اوكي فجبت من جيب من شن هي ازنت وحطيت الاز از وجبت الصفه، شن هي الصفه؟ الصفه يوزفل، دائما الصفه تجيني اللي هو بيها اي ار او اخر الاي ار او بيها مور او موست او اي اس تي، اوخرهم ذن من يقل استخدم از از. تمام طلابنا؟ يلا نروح لبعدها. تابلتس ار مور اكسبنسيف، التابلت هو جدا غاليات، ذان فونز، ريرايت ذا سنتنس يوزنج تشيب، ايضا الطان الصفه معاكس الصفه الاولى، شو اجيب؟ اجيب فونز ار اكسبنسيف، شو مخلي لها؟ مخلي لها مور، هاي ايضا نخلي لها مور؟ لا، ليش؟ لان هاي مقطع واحد وشارحين، احنا شنو مقطع واحد وشنو مقطعين، هاي اكثر مقطع استخدمنا اياها مور، هاي مقطع واحد شو استخدم اياها؟ اي ار تشيبر ذان، واكمل ذان اجيب الاسم الثاني تابلتس. اوكي يلا نروح لبعدها. اف بيبل كرو جرو سوري الوت تولر ذي نيد بيجر هاوسز، correct the verb. هنا يقول اذا الناس صاروا احجامهم اطول يحتاجون بيوت اكبر، correct the verb، صحح الفعل need، راح اجي صححها. if people grow انزلها a lot taller they، احنا ايش عندنا؟ قلنا ذا عندنا هنا مضارع بسيط، هنا ايش عندي؟ مستقبل. اوكي they will need، فقط اضيف لها will، تمام استخدام الاف بالحالة الأولى. نروح if the population، إذا السكان keeps increasing، أخذوا بال يعني تصاعد، وفراغ to feed everybody complete، يقول لك ملها، هاي لازم أجيب من عندي حسب المعنى اللي عندي. إذا الناس أخذوا بالتصاعد نحتاج، إيش نحتاج؟ we will need، طبعا أيضا أجيب من عنده جملة، لكن الجملة تكون شني؟ بالمستقبل. we will need، سوف نحتاج الى more food، الى الكثير من الطعام. استخدم هاي if I had، الحالة الثانية loss of money، اذا عندي الكثير من المال، طبعا هنا أنا فراغ complete the sentence، اكمل الجملة. طبعا الحالة الثانية شو استخدم وياها؟ مو الول، استخدم وياها الود، استخدم وياها قل لها I would buy a big house، اريد ان اشتري بيت كبير، او غير جملة، اي جملة تحبها. money، ما زال هو قال لك عندك كثير من المال، شو راح تسوي؟ قل له I would. اوكي okay. I am not afraid of rats، answer using so او neither، اذا عندنا في شو استخدم؟ استخدم neither، neither am I. اوكي okay. شلون جوابها؟ neither am I، ليش؟ لان عندي نفي. يقول I love chocolate، answer using so او neither، ما زال الجملة مثبتة، شو استخدم؟ استخدم so، so do I. my tools فراغ by somebody has been stolen او have stolen او have been stolen، فهنا أنا هو شخصد علي من my tools، مو تروح تستخدم غيرها، فانت شو تستخدم؟ تستخدم have been stolen، have been stolen، have been stolen. تمام يلا نروح للجملة اللي بعدها. قواعد الوحدة الخامسة، many people were waited when the minister arrived at اي ام، تشوز اختار lower waiting low waited، ايش نختار؟ ما زال الوين جايتنا بنص ايش اسمه اللي بعدها ايش يكون؟ يكون ماضي بسيط، هذا موجود ماضي بسيط، اللي قبلها ماضي مستمر، لازم اختار where
waiting. اوكي يلا مراجعة التمرين A بصفحة 62 مهم جدا هذا. جاسم broke his leg and فراغ couldn't walk. اختار he لو him. طبعا he. ليش؟ لان بالجملة الاولى لازم بعد ال and ما زال الجملة موجودة شختار he. ما وقع لي فعل. سلمان fell down the stairs. سلمان سقط من الدرج. بروك فراغ. اكو فعل. اكو فعل هنا أنا قبل ال شو اسمه الضمير. شو اختار؟ اختار يقول لي use the proper pronoun. استخدم pronoun. يعني شني؟ لازم اختار pronoun السلمان. اسم ضمير تملك. pronoun ضمير. اختار له his. يلا قواعد الوحدة السادسة. A doctor is define. عرفها. A doctor is someone who helps sick people. وهكذا باقي التعاريف الموجودة اللي شرحناها. Firefighter is فراغ. A firefighter is someone who puts out fires and saves people lives. فهنا طلاب نختار أنا أقول هذه. أوكي أو لو قبل الآن لو بعد الآن واحدة من عتن. نجي. Thus the man فراغ was stopped by the policeman. هذاك الرجل شختار لها. That where which who. قلنا للعاقل نختار هو فاختاريت هو. ليش؟ لأن ما الرجل. يلا بعدها. Where the books. يسأل عن شيء غير عاقل. يقول لي I left her. يسأل عن شيء غير عاقل. أركز على قبلها. هذا البوكس كتب غير عاقل. اختار where. لا ما يسأل عن مكان. which لو هو. طبعا which اختاريت which. This great work was translated into Latin and لو also. طبعا ال also يحتاج لها بعدها الجملة الثانية. فهنا أنا أما أختار and أو also فأنا أقول and. يعني أفضل and. هنا ماكو مشكلة اثنين صحيحات. أوكي البعثها. A fantastic car. عندنا استخدام الـ the والـ an والـ a. An interesting film لو the لو a. طبعا an. ليش؟ لأن بادية صفة بادية بآي. أوكي فلذلك اختار لها أي أن. يقول there were no chairs. ليس هنالك كراسي أو مقاعد. So we have to sit on فراغ. لذلك سوف نقعد على الفراغ. ما زال الفلور على الدرج على الأرض. الأرض هذه ما زال مذكورة أول مرة فلذلك اختار لها there. إذا ما مذكورة مرتين اختار there فلذلك اختارت لها ذا هم باستخدام ذا والاي والاي ان. يقول اي فراغ سي فوتبول ماتش وذ ماي فريندز. ام جوينج ويل جو وود. طبعا ام جوينج تو. ليش؟ لان قلنا نستخدم الام جوينج تو والول شرحناها فيما سبق نستخدم اياها. يعني مثلا اذا انت مخطط لشيء نستخدم اياها ام جوينج تو. اوكي نشوف اللي بعدها. I have to be home at 10 o'clock or my father فراغ be angry. أنا سوف أكون في لازم أكون موجود الساعة بالعشرة أو أبي فراغ be angry. سوف وال. ليش؟ لأن هاي تمام خطط لها. لهنا طلابنا الأعزاء انتهت هاي المحاضرة. ومحاضرة هي لمة جميع المادة البلغرامر. هذا مختصر مراجعة مركزة يسمونه عصف ذهني لكم طلابنا الأعزاء. ما تعتمد عليه. انا اقول لك ما تعتمد عليه لكن هاي صيغ الوزاري اللي تجيك. اوكي واكو صيغ ثانيه ما تطرقنا لها كلها لكن تطرقنا لجميع الجرامر الموجود الا الشيء القليل ما ذكرناه. اوكي اتمنى لكم الموفقيه والنجاح الدائم يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله.